عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اجتماعا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في قصر العوجاء بمنطقة الدرعية بالرياض. وفي بداية اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وعلى وقفات المملكة التاريخية المشرفة إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين وشعبها في كل الظروف، مؤكدا أن العلاقات البحرينية السعودية هي نموذج فريد للعلاقات الأخوية التي تتكامل فيها الرؤى وتتوحد المواقف تجاه كافة القضايا. فيما رحب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بجلالة الملك المفدى وبزيارته للمملكة مشيدا بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بشقيقتها مملكة البحرين. واستعرض العاهلان مسار العلاقات التاريخية المتميزة وما تشهده من نماء وتقدم في جميع المجالات، وأكدا حرصهما على دعم كافة الجهود الثنائية التي تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الصعد. وخلال اللقاء أكد صاحب الجلالة رعاه الله على أن موقف مملكة البحرين المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو نهج ثابت وراسخ لم ولن تحيد عنه مملكة البحرين، مشددا جلالته على أن مملكة البحرين ستبقى في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية وداعمة لها في التصدي لأي حملات معادية أو محاولات استهداف انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك. وأثنى جلالة الملك المفدى على الدور الريادي المشرف للمملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وحماية مصالحها ومساعيها الخيرة لحفظ أمن واستقرار المنطقة. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك. وتكريما لحضرة صاحب الجلالة أقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مأدبة غداء بمناسبة زيارة جلالته إلى المملكة الشقيقة.